أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح. حديثنا في هذه الحلقة العهد القديم وعلم النقوش، ويمكن هذا الموضوع لأول مرة بنتناوله على برنامج ليكن نور. موضوع شيق جداً، أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة. في مقولة مشهورة إنه التاريخ يكتب الناس أو الأشخاص المنتصرون، لكن الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، كتاب الله موحى به ونافع لكل العصور ولكل الأزمان. الشيء العجيب والفريد في الكتاب المقدس بيعطينا من بداية التاريخ، من خلق الإنسان، من سفر التكوين، سفر البدايات، إلى سفر الأخرويات، سفر النهايات في سفر الرؤيا. وبيتحدث في ظروف تاريخية جغرافية وطبيعة الثقافة والملوك والحكام بحسب الفترة الزمنية. وهذا إن دل على شيء بدل أن الكتاب المقدس يسير بتناغم وبتسلسل وبانسجام تام. فالكتاب المقدس كتاب واضح جدا، يتكلم عن سقوط الإنسان، يتكلم عن الطوفان بسبب الخطية، يتكلم عن رجال الله القديسون وكثير منهم أخطأوا إلى الله، ونرى أيضا عواقب ونتائج الخطية في العهد القديم. وطبعا الكتاب المقدس يوجهنا إلى الشخص الكامل، الإعلان الكامل، الإعلان النهائي، هو شخص ربنا يسوع المسيح. فالكتاب المقدس يذكر أحداث تاريخية وأسماء ملوك وحكام، وبيكتب عن مناطق جغرافية، أسماء مدن وأسماء ملوك وحكام في مناطق مختلفة، وبيذكر أسماءهم. والشيء الجميل أحبائي إنه سواء الجغرافيا أو التاريخ أو علم الآثار والنقوش، أي شيء اكتشف حديثا دايما يؤكد على صحة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ليس كتاب تاريخي، ولكن كل ما كتب تاريخيا في هذا الكتاب صحيح ومؤكد وموطد. اليوم راح نتعرف أكثر عن هذه الاكتشافات، وهي أدلة خارجية تؤكد على صحة الكتاب المقدس داخليا، وهذا إن دل على شيء بدل إنه الله ساهر على كلمته ليجريها. أنا بدعوكم لتشاهدوا هذه الحلقة الشيقة، وأكيد راح تستمتعوا فيها، ولا سيما المعلومات اللي راح نطرحها والمعلومات اللي رح نذكرها رح تكون بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة. أهلا أحبائنا مشاهدينا، رح نتكلم عن العهد القديم وعلم النقوش. يسرني أن أستضيف إلى هذه الحلقة لأول مرة أخ وصديق، وهو خادم أيضا للرب، دكتور مكرم مشرقي. دكتور مكرم هو من الجليل، الجليل الأعلى، من الأراضي المقدسة. و الأخ مكرم هو متخصص بخلفيات وحضارات الكتاب المقدس والنصوص المسيحية واليهودية والإسلامية،
وعمل الماجستير حول ولادة وجوهر يسوع في الكتابات اليهودية والقرآن، وطبعا حاصل على شهادة الدكتوراه. كتب عن موضوع يسوع في الفكر الإسلامي المبكر، كتب أكثر من 20 كتاب وأكثر من 100 مقالة بعدة لغات في العربية والإنجليزية والعبرية أيضا، وهو باحث وأيضا خادم للإنجيل. أخ مكرم، أهلا وسهلا فيك في برنامج ليكن نور، إحنا منرحب فيك. هي نسيس نزار، شرف لي أكون معك وبرحب فيك كمان وفي كل المشاهدين، شرف لي. موضوع العهد القديم وعلم النقوش، موضوع يمكن لأول مرة بنطرحه. خلال البرامج العديدة اللي تكلمت فيها ذكرنا اكتشافات ومواقع، ولكن ولا مرة ركزنا على النقوش، علم النقوش، وهذا طبعا شيء شيق جدا، وهذا تخصصك، واحنا اليوم يعني كتير فرحانين انك تكون معنا حتى تشاركنا في هذا الموضوع. يعني في البداية، ما هو علم الآثار وعلم النقوش؟ إذا ممكن توضح لأحبائنا المشاهدين. طيب، حلو بالبداية أن نقول أنه علم الآثار اللي هو الأوسع هو دراسة الحضارة الإنسانية من خلال كشف، توثيق وتحليل الأشياء اللي بتبقى، يعني اللي بنسميها البقايا المادية، يعني قصر سقط اللي بيضل من هاي المنشأة، المصنوعات اللي بنلاقيها، بيبحثوا عن في الأماكن اللي هي يعني كان فيها ساكنين الناس، وبيشوفوا إيش البيانات البيئية، إيش البقايا المادية اللي ضلت من وراء. طبعا علم الأثر علم واسع، يعني ممكن المشاهدين يمكن يسمعوا في علم المصريات مثلا، الجيبتولوجي، علم الأشوريات، السيريولوجي، يعني في تفرعات كثير في علم الأثار. لكن اليوم بمعونة الرب نتركز على علم في هذا، في علم الأثار، علم خاص واسمه الإبيغرافيا، وهو بالعربي علم النقوش. المعنى أنه يعني حسب الكلمة اليونانية النقش أو الحفر، المعنى أنه ندرس النقوش، الكتابات اللي مكتوبة عن على عادة 3 أنواع من المواد: حجر أو معادن على أنواعها، وفخار. عادة لما بيكون على فخار ينقش على الفخار الطري، على الطين الطري، بيتركوه بينشف في طريقة لشويه حتى يتحول لفخار، وهذا الطين ممكن انه ينعمل بشكل الواح ويكتب عليها، وهذا بنشوفه في الحضارات المختلفه، او بيكون اواني فخاريه اللي احنا حتى لحقناها نشرب فيها قبل ما يكون في برادات وامور ثاني. طبعا على الحجاره، على المعادن بيحفر حفر لانه المعدن صلب والحجر صلب، ويكتب عليها مثل المسلات الفرعونيه، التماثيل، وحتى التوابيت القديمة كيف رح نشوف لقدام. أخ مكرم، طبعا إحنا بنتكلم كمان من منطلق إنه في هجوم شديد على بالذات على العهد القديم، وعادة يعني العلماء الحفريات أو الاكتشافات يعني هم من جماعة محايدين، مش بالضرورة أن يكونوا مؤمنين مسيحيين، فبيتكلموا بشكل محايد عن الأمور اللي اكتشفوها. طبعا في مثل ما تفضلت، يعني في كتير نقاد وباحثين اللي في عندهم أجندة معينة، في عندهم نهج معين جايين فيه، وهذا الشيء اللي بده يثبته. ولكن بالمقابل في نقاد، في باحثين اللي هن جايين يبحثوا، يدوروا على ايش بلاقوا، ومثل ما تفضلت كمان انه هن مش بالضروره مسيحيين، من ديانات مختلفه، وبقارنوا وبيبحثوا من عده اتجاهات، يعني اتجاهات لاهوتيه، تاريخيه، لغويه. وممكن نقول بالفعل انه علم الاثار كعلم هو علم محايد، يعني
ايش بنلاقي، ايش بنشوف، ايش بنطلع من الحفريات، بنطلع عليه بنفحصه. طبعا احيانا مثل ما قلنا اللي بيكتشف او اللي بيفحص ممكن يكون رأيه غير محايد من الاساس، ف بيكون عنده توجه يعني غير محايد ويلمس هذا الشيء. إيه أخ مكرم، أنا راح أعمل شيء بيختلف في هذه الحلقة. أنا راح أعطيك الفرصة أنك أنت تتكلم وتشاركنا. أنت شاركت في باوربوينت على يعني بعض من هذه الاكتشافات، فأنا بحب أترك لك المجال أنك أنت يعني تتحدث، ومن فترة لفترة ممكن أسألك أنك توضح شيء معين. فبعطيك الفرصة أخ مكرم أنك أنت تبتدي تشاركنا في هذا الموضوع. أشكرك. أنا عم بتحدث في الشرائح الموجودة على اللي مكتوب عليها المقدمة، وهي حكيت عن بعض الأشياء عن النقاد والباحثين، ولكن واحدة من النقاط المهمة نحكي عنها إنه كيف رح نشوف في كثير قصور ملوك ومواقع لقينا أمور ترتبط بأحداث الكتاب المقدس، وهي الأشياء يعني الاكتشافات كشفت أشياء جديدة. وللأسف أكاديميا كان في يعني عدة نظريات يعني اللي تعارض أو تشكك في مصداقية العهد القديم بالذات، ولكن اليوم المصداقية التاريخية صار في إلها قوة أكبر بكثير من كيف إحنا كنا قبل، يعني كيف كان الوضع قبل 40 أو 50 سنة. إحنا طبعا يعني إيماننا لا يتوقف على الحفريات هاي، إحنا إيماننا في الرب يسوع واضح وثابت، ولكن للمتشككين عم نكشف هون قدامهم في هاي الحلقات فكرة اللي هي يعني بنسميها الدلائل الخارجية. مثلا في بعض النقاد كثير واحيانا لاهداف سياسيه او دينيه كانوا يشككوا بوجود، حتى وجود مملكتين معروفين عندنا في الكتاب المقدس، اسرائيل ويهودا. فكانوا يقولوا مش بس المملكتين هدول مش موجودات، كمان الشخصيات المهمه فيها مثل داوود وسليمان واخاب الملوك البارزين فيها، كمان شخصيات اسطوريه اخترعوها ويعني عملوا تاريخ يعني مزعوم هيك هن خلق. لكن لما منروح للحفريات منلاقي حتى انه مش بس بيثبت وجود هاي المملكتين وغيرها، وانما منقدر نعرف كمان الحد التاريخي. يعني مثلا في حفريات في مدينتين مشهورات، اثار يعني لمدينتين مشهورات، واحدة اسمها لخيش وواحدة كانت اسمها خربة قيافة، لقوا طبقات استيطان من القرن العاشر قبل الميلاد. طبقات استيطان بيميزوها حسب القرون المختلفة، حسب لها أسماء مختلفة في علم الآثار، لكن بيفحصوا فيها بكربون 14 وبعدة فحوصات تانية. الإشي الغريب إنه هون لقوا هون نفسهم اللي بيشككوا انه في القرن العاشر قبل الميلاد، اللي هو يعني بيجي على وقت الملك داوود، في استيطان وفي عماره وفي اداره وفي كتابه ورح نشوفها لقدام. وهاي كانت بالفعل ضربه قاضيه للنظريات اللي اجت يعني حطت اكس شطبت على كل الامور، اللي كانه هذا الكتاب المقدس هذا يعني سيبكم منه. لا لقوا في قالوا ما فيش كتابة، لقوا في كتاب، قالوا ما فيش مدن محصنة، لقوا مدن محصنة، قالوا ما فيش مراكز إدارية اللي يعني هي بتفرجي إنه في مملكة كبيرة وعم بتدير شؤونها، نعم لقوا مراكز إدارية واضحة بشكل كتير كبير. طيب ممتاز أخ مكرم، فخلينا نبتدي يعني من الباوربوينت اللي عندنا حتى تشرح عن كل هذه الاكتشافات. تفضل أخ مكرم. خلينا نقول كمان بس كمان فكرة في الشريحة اللي تفضل. قدامنا اسمها ملاحظات أساسية لفهم الموضوع، على أساس إنه إحنا مش جايين نهاجم. الإيمان المسيحي هو الإيمان الوحيد اللي عنده إشي اسمه الدفاعيات، اللي ما منهاجم الآخرين وإنما عم
من واجههم بالحجة ومن نشرح لهم بشكل واضح. من ناحية أساسية احنا بنعرف انه التاريخ بيكتب المنتصرين، يعني الملك اللي انتصر بيكتب ايش بده، بيظهر الاحداث من جهته من منظوره، واحيانا كثير ما بيكون في شيء موضوعي ولكن هذا اللي بنلاقيه لانه هو اللي انتصر. وعلى هذا الاساس بنقدر نبني شغله مقابله، انه لما بنشوف مكتوب في الكتاب المقدس عن ضعفات عن مشاكل عن خطايا ابطال الكتاب المقدس، عكس هذا تماما، هذا بيفرجي مصداقية النص، عم بحكي عن أخطاء الأبطال، مش عم بيرسمهم بشكل يعني إنه هن سوبرمان، ما فيش سوبرمان. بفرجي الكتاب عدم التحيز، إنه هو بيشوف بفرجي شخص، سقطة الشخص، خطية الشخص، رجوع الشخص، توبة الشخص بشكل واضح. وعشان هيك إحنا طبعا يعني فكرة عصمة الأنبياء إحنا مش موجودة عندنا، العصمة للرب وحده، لله وحده. ولكن مهم كمان إحنا نتذكر شغلة مهمة، إنه إحنا طبعا عم نحكي عن في هاي الحلقة على الأقل يعني بنبدأ من ما يقارب 3000 سنة قبل الميلاد، آسف 3000 سنة من إسا، يعني 1000 سنة قبل الميلاد. فعم نحكي عن إشي بسموه الماضي الصحيح، يعني فيه ممكن آثار، كتابات، أشياء كلها يعني ضاعت، ولكن الحقيقة أنه عم بيكتشفوا أشياء جديدة كل يوم. هدفنا منقول كمان مرة مش عم ندعم أو منثبت الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ثابت واضح، ولكن عم نعرض الاكتشافات الأثرية. ومنقول كمان مرة علماء الأثار هن علمانيين، مسلمين، يهود، ملحدين، لما بيكون في شبه إجماع على قراءة نص قديمة ما بنقدر نقول هذا يعني بقراه لأنه هو مسيحي، لا، اللي ما قراه لأنه هو بيعرف الخطوط اللي احنا نستعرضها كمان شوي، وبيعرف الخطوط وعارف الخلفيات وبيحط الخطوط مع بعضها وبيقرأ النص. وبس أول نقطة واحدة في هاي المرحلة، عندنا في موجود إشي اسمه تزوير الآثار، وهذا يعني هذا بزنس مشهور يعني اليوم، لأنه بربح مصاري كتير. ففي ناس بتزور الآثار، ولكن لما منكون علماء الآثار، أنا بقول منكون أنا مؤرخ بس يعني بحكي عن علماء الآثار، لما علماء الآثار بيحفروا بيلاقوا في أثر ملك معين شيء معين في الموقع الأصلي، ما بنقدر نقول أبداً إنه هذا مزور، لأنه لقوه، اكتشفوه، صوروه، وثقوه بوجود عدة ناس في طبقات معينة، اللي حتى احيانا بنقدر نحدد يعني مش بس موثوقيتها وانما كمان تاريخها. طيب اخ مكرم، يعني هيك مقدمة يا اسيس. تفضل تفضل اخ مكرم. مقدمة، نحكي شوي صغير عن الابجديات يعني بعد سماحك. تفضل. مهم لانه احنا رح نشوف انه في كثير من الكتابات بلغات مختلفة اليوم، رح نشوف بالفعل. فأنا حطيت هاي التشارت هذا، الأبجديات، العرض لأبجديات سامية، طبعا مش كل الأبجديات، وإنما يعني خليني أقول فكرة بس يعني مبدئية عشان نقدر نفهم كيف تطورت الأبجديات. هذا برنامج لحلقة كاملة، بس أنا بدي أعمل بس هيك رؤوس أقلام. تفضل. بشكل مبسط بنقدر نقول انه الابجديات بديت من الصور للاشكال للاحرف، مثل مثلا الحضاره المعروفه عندنا باسم الحضاره المصريه بديت في البدايه في الهيروغليفي معناها الحفر المقدس. كيف كانوا يحفروا الملوك، يحكوا تاريخهم، كلها هناك صور. من بعدها شوي شوي يعني صار في عنا إشي اسمه هيراتيقية، اللي هي كتابة الكهنة، صار شوي أبسط الإشي. وبعدين إجا اللي بخط أوضح وأبسط وأكثر، اللي إشي اللي اسمه ديموتيقية، اللي هي من كلمة ديموس يعني شعبي، كتابة الشعب. من هاي الكتابات وصلنا شيء اسمه
الكتاب السينائي القديم، المشاهد اللي عم بيطلع ممكن انه يشوفها في على الشمال في الكتابات، من الشمال بنقدر نشوفها العمود الرابع بروتو سينايتك، اللي هي بنقدر نقول انه منها تفرعت او توضحت وتطورت الخطوط اللي احنا بنعرفها. البروتو سينايتك هاي زي تبسيط للهيروغليفيه، هي فيها الـ الابجديه. في الهيروغليفيه ما في ابجديه، الهيروغليفيه هي اشكال حوالي 700 رمز لازم يحفظهم الواحد. هنا وصلنا لمرحله انه في كتابه بالابجديه، وهي الابجديات صارت تتطور شوي شوي، فتطورت من هون وصلت للكتابه الكنعانيه القديمه اللي منها كمان قريب جدا الكتابه الفينيقيه، كلها موجوده على الشاشه، ولكن انا بحكيها بشكل مبسط. من الكتابه الفينيقيه اللي هي يعني انتقلت بفضل الحضاره اليونانيه لليونان، اليونان اخذوها و يعني هن تبنوا الخط الفينيقي، وطبعا بتغيير معين اتطورت. وكمان اليهود في اللغه العبريه القديمه، الكتابه العبريه القديمه كمان اخذوا. الاشي الحلو انه رجع يعني سكرنا الحلقه، بمعنى انه الاشي ممكن بدي من مصر لكن طلع على سوريا، طلع على لبنان، وصل على اليونان. من اليونان في القرن الثاني تقريبا قبل الميلاد، اخوتنا الاقباط من بعد ما تقريبا يعني بطل في معرفة كبيرة في الخطوط المصرية القديمة، راحوا هن استعاروا الكتابة اليونانية، الأحرف اليونانية، وزادوا عليها 7 أحرف من اللغة المعروفة عندهم اللي اسمها الديموطية، الديموطية أو ديموطيقية، وعندهم 7 أحرف زيادة عن اليوناني. وبهاي الطريقة يعني من مصر ورجعت لمصر، وطبعا اخوتنا الاقباط بيقروا فيها في الكتابة القبطية. وبس بشكل اساسي خلال السنين طبعا الكتابة العبرية القديمة اتطورت للكتابات الاخرى اللي بنعرفها. ففي وقت يعني الرب يسوع كان كتابة مختلفة عن اللي كانت في زمن موسى، ونوعا ما مختلفة عن اللي كانت في زمن داود، لأنه في عنا أمثلة منها، وبنقدر إن نقارن بيناتها ونشوف الفرق بيناتها. طبعا هذا علم كبير أنا مش متخصص فيه، ولكن عملنا شوي هيك زي مراجعة. لا طبعا في عندي كمان صورة تحتها، بس يعني بتحكي كمان بتفرجي اكثر السرياني على انواعه، طرق السرياني اللي هو يعني نوع من كتاب الاراميه. طبعا الاراميه لها كمان طرق الكتابه، وكمان تكتب بخط عبري في بعض الكتابات اليهوديه. فهاي المجمل تطور الخطوط في منطقه. شكرا كثير اخ مكرم. خلينا في هذه المرحلة إذا ممكن تأخذنا في بعض الألواح التي اكتشفت، اللوحات التي اكتشفت وعليها خطوط متنوعة، إذا ممكن تشاركنا عن الفترات الزمنية وأهميتها لإلنا في هذا العصر في هذه الأيام. تفضل أخ مكرم. إحنا بنبدأ بمعونة الرب في لوحة مشهورة اسمها لوحة مرنفتاح، تقريبا 1209 قبل الميلاد، يعني هذا بنعد القرن 13 قبل الميلاد. احنا بدينا من هون ليه؟ لانه بقولوا ما كانش في كتابة قبل، لكن راح نشوف في القرن 13 و11 و10 وارجع راح نتفرج كيف الكتابة كانت تتطور. بس الأهمية تبعت هذا اللوحة مرنفتاح اللي هو من مصر طبعا، انه هو مكتوب اولا بالخط الهيروغليفي، وهو بيوصف زي ما قلنا الملك هو اللي بيحكي عن حملاته،
فهو بيحكي عن حملات الفرعون نفسه مار مفتاح في ليبيا في كنعان، وبيقعد يحكي في الكتابات هاي. في عندهم نوع معين كيف يكتبوا المدن، وفي عندهم طريقة كمان أو إطار معين كيف يكتبوا الشعوب. فمنشوف كتابة أو ذكر الانتصارات على المدن الكنعانية مثل أشكلون جازر وغيرها، ولكن بنوع آخر أو بإطار آخر، يعني بيكتبوا الكتابة بإطار تاني زي شكل تاني، بيكتب أو بيذكر إشي اسمه أسيريار. وهذا طريقة الكتابة بفرجي إنه هو لا هو مدينة ولا هو دولة، لكنه يكتب عنه كمجموعة ناس. وبسبب إنه في مصر القديم الحرفين الساكنين الراء واللام ما كان في إمكانية نميز بيناتهم، ممكن نقراه بسهولة إسرائيل، لأنه اللام محل الراء. ف يعني مجرد ان غير الراء الاخيره اسرائيل او اسرائيل، دائما بنشوف في تغيير معين لان عم نحكي عن لغه مختلفه تماما. ولكن معظم الباحثين اتفقوا انه هذا اول ذكر لاسرائيل في التاريخ كشعب في كنعان. وطبعا في هاي الوقت ما كان في مملكه واضحه بشكل يعني بارز، ما كانش في مملكة. احنا بنعرف المملكة بالقرن العاشر، فيش ما في، ولكن هو شعب، وهيك يقدم كمجموعة ناس بمعنى شعب. وطبعا هذا الاكتشاف بعود تاريخه من القرن الثاني عشر قبل الميلاد، يعني 1209 عمليا، يعني عمليا الثالث عشر قبل الميلاد. يعني اوكي طيب كمل أخ مكرم، يعني خلينا نكمل بالاكتشافات بشكل نوصل سريع. نوصل عند الرب للقرن العاشر، نوصل للقرن العاشر. أنا بقول بس بالأول أنه أنا وأنا أكمل هاي الأشياء اللي أنا انتقيتها، وبالنهاية رح أحكي عن الأشياء اللي لسبب الوقت ما يعني زي أهملناها أو اللي ما فيش وقت لإلها، لأنها ممكن كانت تكون 10 حلقات. فمنكمل لسه في حجر بسموه حجر تل زيت، كتابة عبرية قديمة، إن كان كلنا ملاحظين بالكتابة العبرية من القرن العاشر قبل الميلاد. الصورة اللي بعدها بفرج الباحث كيف الكتابة بشكلها بدون الحجر، لأنه مع الحجر مش واضحة كتير، ولكن بنقدر نشوف فيها الإشي الحلو إنه هذا الإشي المكتوب هو عمليا ألف باء أبجدية، والأبجدية 22 حرف زي الأبجدية العبرية اليوم. أيوة. واكتشفوها في موقع أثري كمان مرة، اكتشفوها في الموقع نفسه، ما في مجلة التزييف، في موقع اسمه تل زيت غرب لخيش. والفحصها البروفيسور كيل ماك آثر، هو واحد من المختصين في كمان نوع من الباليوغرافي، يعني الكتابات القديمة. باليو يعني قديم، وغرافيا كتابي. فباحث في المخطوطات القديمة بيقول عنها أنه هي نص عبري قديم، وممكن تكون أنه هي أقدم نص عبري لحد إسا اكتشفناه للقرن العاشر. هذا مهم لأنه كان يقوله في القرن العاشر ما في كتابة بالعبري، وعلى هذا الأساس يشككوا في الكتاب المقدس أنه هل بالأساس كتب، شو يعني كتب موسى، شو يعني كتب يسوع. هاي نوعا ما ضربة قوية، يعني في ضربات قاضية كمان، بس في يعني ضربة ورا ضربة للمتشككين اللي محترمين. اتفضلوا شوفوا اسمعوا قارنوا بكل احترام كيف احنا بنحترم الآخرين. واللوحة اللي بعديها، يعني انا شايف على الباوربوينت لوح جازر، احنا بنتكلم على جازر اللي مذكورة في الكتاب المقدس، موجودة في المنطقة الجنوبية. نعم، هاي كمان في جزر نفسها، لكن ما وجدوها في داخل الطبقه اللي بتحدد تاريخها بالضبط، عشان هيك بيقولوا ممكن تكون من القرن العاشر للقرن الثامن قبل الميلاد. برضو احنا في فتره كثير متاخره، يعني مبكره قصدي، يعني انه هذا
هذا شيء قديم جدا. اللي وجدوها بالاكثر من 100 سنه عالم الاثار ماكاليستر، وقالوا هذا من بعد التحليل. انا قريتها وبالفعل يعني التحليل ما بيبعدش عن الحقيقه. الشيء هو تقويم زراعي، يعني واحد عم يكتب زي اشهر السنه الزراعيه بيكتبها، وحتى بالاخر بيمضي اسمه، يظهر اسمه ابيا، الاسماء العبريه كيف انت بتعرف كمان لها اسماء، ابيا يعني الله هو ابي. فقاعد عم بيكتب على حجم صغير، يعني حجمها اكثر شوي من 11 سم، عرضها طولها 11 سم وعرضها يعني 7 سم. فالشخص قاعد عم يكتب عليها، واللي قاعد يكتب عليها بفرجينا حتى مش بس الكتابه، بفرجينا كمان من خلال الكتابه كيف انه هاي الارض، يعني كيف مكتوب عنها ارض يعتني بها الرب الهك من اول السنه الى اخره. فبيكتب عنها يعني بالمفارقه مع مصر اللي فيها النهر النيل. فهون بيقول لك يعني في 12 شهر بفرجينا شهر الجمع، شهر البذر، شهر البذار المتأخرة، جمع الكتان، حصاد الشعير، حصاد الحنطة، قطف الكروم، الأشياء اللي إحنا بعدنا بنعرفها لحد اليوم بعدها، اللي هي تنتهي عمليا بآخر الصيف، شهر الصيف بيسموها، اللي هي جمع الثمار الصيفية، اللي هي منها التين، عشان هيك واحدة من أسامي التين هي تيناي اللي معناها الصيف كمان. فبيحكي عنا بشكل هالقد حلو، و يعني خلينا نقول مكتوبة بطريقة هيك يعني مش مفتعلة، واحد قاعد عم بيكتب، يمكن كان مدرسي، يمكن كتاب، مش عارفين شو عم بيكتب أنواع الأشهر. يا كيف معلم بقول لك يا ولد يلا اكتب أشهر السنة وكل شهر شو بنعمل فيه. فهذا هاي لمحة جميلة جدا. أخ مكرم، كمان الجدير بالذكر أنه جازر موجودة في الكتاب المقدس واحدة من مدن المركبات، يعني المدن الحربية اللي بتحمي المنطقة الجنوبية. الملك سليمان بنى 3 مدن، جازر بتحمي المدخل الجنوبي، مجدو المشهورة في الكتاب المقدس بتحمي أواسط البلاد، وحتصور اللي بتحمي المنطقة الشمالية، وهي الأسماء طبعا مذكورة في الكتاب المقدس. أمين أمين، وأنت الخبير فيها. الله يبارك. أهلين. طيب خلينا نخد اللوحة اللي بعدها ونمشي يمكن شوي أسرع أخ مكرم. طيب. حتى نمشي منتبع مع حملة الملك الفرعون شيشق. نعم. كمان كتابة محفورة على معبد الكرنك، بتفرجي بالاول المحفور على المعبد، بعدين بتفرجي الكتابه نفسها او اسماء المدن، كيف حكيت انه كل المدن في لها اطر معينه اللي بتفرجي انه هي مدينه، ولكن بيذكر اكثر من 125 مكان غزا هذا الفرعون، وبفرجي في النحت طبعا الاسرى كيف العبيد تبعونه. و نحن بنعرف في الكتاب المقدس انه في السنه الخامسه لرحب عام كان شيشق بنفس الاسم احتل مدن يهودا، وصل لاورشليم، اخذ كنوز الهيكل، كنوز بيت الملك، ولكن ما احتلهاش. وعشان هيك يعني كمان ان كان ملاحظ في النقش نفسه مش مكتوب بذكر لاورشليم، مع انه في اماكن ممحيه اساميها، ولكن يعني مكتوب اسامي ثانيه اللي هو احتلها حرفيا، عمليا هو ما احتلهاش، يعني كيف احنا بنفهم من ملوك الاول 14 واخبار الثاني 12. لكن هو اخذ اواني الهيكل واستبدلوها باواني نحاس، وهي مذكوره طبعا في الكتاب المقدس، وباكد على صحه. ودائما يعني الملوك بيكتبوا عن المواقع اللي بينتصروا فيها، لانه اكتشفوا كمان يعني لوحات أخرى بتتكلم عن تحتمس الثالث اللي كمان احتل مجد واحتل مناطق أخرى في أراضي الكتاب المقدس. تفضل. نعم. أخ مكرم استمر.
طيب احنا يعني بس نقول انه كمان في قطعة تانية كأنه نسخة تانية موجودة برضو في مجده من هذا النصب اللي بيذكر مظبوط احتلالات الشيشة. فعلا. بنوصل لشيء هالقد جميل اللي هو بنسميه الأختام، الأختام على الجرار. في أختام تانية رح نحكي عنها، ولكن أختام الجرار ابتداء من القرن العاشر قبل الميلاد، وهي صورة لأنه في إدارة مش بس يعني مدينة أو دولة صغيرة، وإنما دولة كبيرة فيها نظام إداري واضح. طيب كيف كان هذا النظام يمشي؟ إن كان منتطلع على الأختام على الجرار، أول وحدة قدامنا في عليها زي بصمة يد، بصمة الـ 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 الأصبع. من بعدها في عندي كمان مشهد فيه أكثر من رقبة للجرار، ولكن فيها أشكال مختلفة. إن كان المشاهد بلاحظ في أشكال مختلفة، منها أشكال هندسية، من أشكال رسومات تاني. ولكن بنوصل لثالث صورة، وهون إحنا عم نتطور، وإحنا هون صار في مش بس شكل وإنما عليه كتابي. وهي الكتابة العبرية القديمة أنا ذكرتها بس شوي، ولكن يعني احنا بنقدر نقرأها من فوق من اليمين. لا مي ليخ، الأربع أحرف، تنتين على اليمين تنتين على الشمال، ومن تحت مكتوب حبران يعني حبرون. لا ميلخ زي العربي لا ملك، وحبران يعني حبرون يعني الخليل، حبرون الكتاب المقدس. ليش هذا مهم؟ هذا مهم بشكل بسيط، إنه عمليا هون بفرجيني، وهذا اللي شفناه في خربة قيافة بشكل كبير، لقينا مئات من هاي الجرار. هذا معناه إنه في اللي صرنا نسميه يعني صار له اسم مشهور اسمه جرار الملك، أو لا ملك للملك بالعبراني، لا ملك، فبقول لا ملك كذا، لا مزك كذا، بيسمي اسم الدولة أو المملكة تبعت هذا الملك. فبيروح يعمل هيك. أول شيء إحنا عم نحكي عن القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد، هذا معناه إنه كان في طريقة إدارية لجمع الضرائب للملك. طبعا بما أنه الأكثرية هن يعني مزارعين، الضرائب الملك من المحاصيل الزراعية، ضرائب العينية اللي بنسميها اليوم، بيبعتوا الملك بيبعت الجرار تبعته الفاضي للفلاحين، بيجي وقت الحصاد بيعبوا له قديش بيطلع له النسبة المئوية للملك، بيرجعوا له إياها. وهون بنقدر أول إشي نفهم إنه كان في ترتيب إداري، إذن في دولة، إذن في مملكة، عكس اللي ناس بيحكوه. ومن ناحية تانية هاي الطريقة بتحل مشاكل الجمع والنقل والخزن، لأنه بتروح من الملك بترجع على الملك، يعني عمليا خلص المحل هذا بس مسافة الطريق وبترجع. ففيها الملك بيشرف بي 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 بينتبه، بيشوف شو نظام الضرائب، بيتابعه، بيفحصه، ما حداش بيقدر يسرق من الملك، بتنعد الجرار وإلى آخره. أخ مكرم، رح نواصل حديثنا، رح نأخذ فاصل قصير، بعديها نتكلم عن النقوش على قطع الفخار، ولكن بحب أعطي فرصة لكل مشاهد إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك التواصل معنا. سأعود بعد هذا الفاصل. أهلا أحبائنا مشاهدينا، نواصل حديثنا الشيق مع دكتور مكرم مشرقي
باحث طبعا في تاريخية الكتاب وعم بكلمنا عن الحفريات، ورح ننتقل إلى النقوش في هاي الفترة، نقوش على قطع الفخار. أهلا وسهلا أخ مكرم مرة تانية، تفضل شاركنا. شكرا أسيس. اللي بدنا نتابع فيه هو شيء يعني كيف لاحظنا في أشياء كثيرة مكتوبة أو منعيدها باليوناني، لأنه هذا الاسم العلمي لإلها اللي بنسميه الأستراكون، اللي هي قطع الفخار اللي يعني احنا حاطط فيها مثال لها. الفكرة انه الفخار يعني الفخار كان شيء غالي، مش رخيص، يعني مش انه انكسرت القطعة نزلتها، لا، فكان انكسر الجرة او شيء معين فكانوا يكتبوا عليها، فكانوا يستعملوها استعمال اضافي. لكن طريقة الكتابة ونوع الحبر وشكل الكتابة اللي موجود قدامنا بقولنا انه هذا الواحدة من القطع، مئات وآلاف القطع اللي مكتوبة بالقرن العاشر قبل الميلاد، وهي كمان مرة بتأكد أنه اللي هاجموا فيه الباحثين مش صحيح، لا بالعكس، في كتابة واضحة في القرن العاشر قبل الميلاد تهدم كتير نظريات كانت موجودة، لأنه اللي بيثبتها علم الآثار، مش أنا عم بقولهم يعني كذابين أو بتفهموش، وإنما مجرد أنه العلم الآثار عم يكشف لي أشياء موجودة. في شغلات تانية كمان اللي هي إحنا ممكن لوها على قصور أو مباني، مثل النقش التالي اللي هو نقش بلعام، وهذا يعني بين القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد. مثل ما انتم شايفين الخط يعني مش الأد واضح، مش مكسر شوي، ولكن له قصه جميله، او يعني كمان بيلفت نظرنا للاشياء اللي وجدت في الكتاب المقدس. فسنه ال 67 باحثين من هولندا لقوا في معبد في تل درع الله في الاردن، قريب على وادي يبوق، ان كان في مشاهدين أردنيين بيعرفوا المنطقة، على هاي الجدران هذا المعبد لقوا حيط مدهون عليه كلس زي ما كيف كانوا يعملوا من زمان، وعليه مكتوب بحبر أسود وأحمر كتابات. الكتابة يعني مكتوبة بطريقة شعرية، كانوا يكتبوا الشعر كتير من زمان، ولكن حالته وضع النقش كتير كتير مش واضح، يعني سيء. ولكن الباحثين حاولوا أنهم هن يبحثوا ويحللوا، كشفوا بعض سطور هاي الأسطر اللي كشفوها، خلتنا نسميه هذا النقش اسمه نقش بلعام. النقش بذكر عن شخص اسمه بلعام بربعر. طبعا بلعام معروف عندنا، البار هي نفس الكلمة الآرامية اللي دخلت للعبري اللي هي بن، فإن كان منقول بلعام بن بعور، يعني هو ممكن يكون هذا الشخص اللي الساحر، هذا العراف اللي مكتوب عنه في سفر العدد اصحاح 22 و23 و24، وكيف انطلب منه انه يروح يلعن شعب اسرائيل، وفي كل مره هو يروح والرب يقلب البركه اللعنه لبركه، والملك زعل منه كتير، عشان هيك يعني ما 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 عملش الاشي اللي بده اياه، لانه قال له شعب بن لعنش. لكن الاشي البارز في هذا النقش انه من الاشياء اللي قدرنا نقراها هي نبوات عن الهاوية، عن نهاية العالم، ما مش مفهوم بالضبط، حتى الكتابة او اللغة ممكن يكون فرع من اللغات الكنعانية، لانها قريبة، الأرامي والكنعاني والعبري القديم كله كان يكتب فيه، والمؤابي والعموني كله كان يكتب بأحرف قريبة على. ولكن الإشي البارز أنه لما إحنا بنقول أنه في النهاية النبوات هاي يعني بتحكي عن نهاية العالم، خلينا نتذكر أنه في نهاية الإصحاح 24 من سفر العدد، لما بيحكي عن نهاية آخر إشي بيقوله بلعام، عمليا بقول
من اللعنات اللي بقولها انه مش عن اسرائيل، عن اخرين، بقول ليكن قايين لكن يكون قايين للدمار. بقول كمان يحطم طرفي مؤاب، بقول عماليق اخرته للهلاك. فممكن تكون هاي الفكره اللي قالها بلعام عن مثل يعني لعنات عن شعوب اللي هي بعيده عن الله، مثل يعني مؤاب وعماليق وقايين اللي هن يعني شعوب انفصلت عن شعب اسرائيل وعبدت الهه تاني. والجدير بالذكر اخ مكرم انه كانوا يستاجروا الانبياء الكذبه طبعا حتى يوجهوا لعنات ضد الدول، وهذا كان متعارف عليه في الحضارات القديمه، يعني يكتب او يضع لعنات على بلد معين، وهذا ما حاول يعمله بلعام على اسرائيل، ولكن الرب حول اللعنه الى بركه. صحيح صحيح. في كميه كبيره من الكتابات المصريه اللي بنسميها كتابات اللعنات اللي بتذكر فيها كثير من الاماكن في بلادنا، ولكن احنا ما ذكرناهاش يعني مش ذاكرينها، بس هاي بالاضافه للي تفضلته انه يعني في كان اسلوب يمكن ادبي انه يعني بنلعن الاخرين، فهذا كان مشهور في كتابات المصريه القديمه يلعن الشعوب، وذكروا بالفعل هون يلعنوا ذكروا كثير من الشعوب الاسرائيليه او من المدن الاسرائيليه. طيب خلينا نكمل النقش اللي بعده. نعم، احنا اليوم في القرن الثامن قبل الميلاد عم نحكي عن خزف السامرة. ان كنا ملاحظين انه في شقف فخار طبعا مشوية ومكتوب عليها في الكتابة العبرية القديمة اللي هي احنا عمليا في مدينة السامرة الشمرون اللي هي كانت فترة من الفترات عاصمة المدينة الدولة أو المملكة الشمالية، اكتشفوا أكثر من 100 قطعة فخار، وهي القطع مكتوب عليها كتابات غريبة، مكتوب عليها نوع أنواع من السجلات، يعني زي فواتير اللي كيف احنا بنقول اليوم، اللي مكتوب بالخط العبري القديم على كل واحدة سنة الملك، يعني أي مثلا السنة الخامسة للملك فلان، ونوع المحصول اللي أنا باعته لإله خمر أو زيت، كمية المحصول ومصدر البضائع. يعني أنا بكتب أنه أنا من الجليل من مدينة فلانية من مدينة حتصور عم ببعث للملك فلان في السنة الفلانية 20 كر من الخمر أو من القمح. الكر يعني النوع من الموازين، نوع من أوزان معينة. وهذا بيفرجي من الكتابة بيفرجي أنه هي مكتوبة من فترة الملك يربعام الثاني اللي معروف لنا بيربعام ابن يوآش في ملوك الثاني 14، ومنعرف بالضبط من وين انبعت، يعني انبعت من سبط منسة. فسبط منسة اللي هو من المنطقة الشمالية منطقة مملكة إسرائيل فيه عشائر، وهي العشائر معروفة لنا برضو من سفر العدد إصحاح 26 في القسم الأخير من سفر العدد 26 مكتوب عنا عدد 30 32 مكتوب عنا أسماء العشائر، وأسماء بعض أسماء العشائر مكتوبة موجودة في هاي النقوش في هاي الكتابات. وطبعا يعني هذا بيقول انه كتبوا وصلوا للملك، ضمنوا انه وصلوا البضاعه، و انه مكتوب اسم المدينه، مكتوب اسم العيله، مكتوب اسم العشير اللي بعثته، مكتوب لمين، لاي ملك، مكتوب لاي سنه، مكتوب نوع المحصول. فهذا مش شيء يعني واحد اخترعه، هذا شيء اللي هو احنا بنقدر نقول عنه موثوق تماما، يعني يعني هايلي اوثنتيك، معروف، مفهوم، موثوق. نعم. ومش احنا اكتشفناه، اللي اكتشفوه برضو علماء اثار موضوعيين عم بيفحصوا فيها، بيفحصوا ما وجدوا. والشيء الجميل انه كمان مذكوره في الكتاب المقدس كل هذه الاسماء، ان دل على شيء بدل انه فعلا الرب ساهر على كلمته.
خلينا ننتقل لكمان شيء برديتين قبل نهاية الحلقة أخ مكرم. ناخذ اللي بعديها، بردية اللي بتذكر طيب اسم أورشليم. في 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 بردية جميلة، أو هي قطعة من البردي. البردي طبعا الورق المعروف من مصر، مصر بشكل أساسي، لأنه كمان بيحتمل الطقس الجاف هناك فبيصمد أكثر. عندنا وصل كمان، وصل أماني بالخط العبري القديم كمان مرة موجود قدام المشاهد، وبيفرجي كيف من مدينة نعرات في سبط أفرايم كيف بعتوا لمدينة أورشليم كمية معينة من الخمر، وبيحددوا قديش قال كمية اللي بعتوها. هذا الأشياء الجميلة إنه منلاقي كل التفاصيل، وهذا جميل السبط والمدينة والمدينة المبعوث لإلها. وطبعا من طريقة الكتابة أحيانا كثير بنقدر نعرف، فهون تقريبا بنقدر نقول تقريبا القرن السابع قبل الميلاد. وذكر أورشليم كثير كثير مهم، لأنه في كثير ناس كمان حد اليوم للأسف بشككوا في وجود أورشليم، ولكن يعني اللي مش مصدق الكتاب المقدس هاي الحجارة أيضا تتكلم. أكيد أكيد، وهي الاكتشافات. والشيء المذهل كم من الوقت اللي بتاخذ العلماء حتى يقدروا يحللوا هذه الكتابات، واحنا مديونين طبعا لهم بهذه المعرفة اللي بالنسبة لنا كمؤمنين بتأكد صحة الكتاب المقدس. خلينا ناخذ كمان بردية، أو مش بردية، الصورة اللي بعديها. خليني بس أقول كلمة إنه اليوم في فحص دقيق لهي الأشياء، والأسبوع الماضي الحقيقة اكتشفوا بالصدفة شيء اللي هو فكروا أنه هذا بيعود للملك داريوس، ولقوا محفور كذا. بعد يوم اكتشفوا أنه لا، هذا مش 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 لا يعود، هذا مجرد واحد عم بيعرف اللغة وحاول أنه يكتب، عم بيعمل زي عرض لناس باحث طبعا. فالأشياء اللي مزورة أو اللي مش مزورة دائما، يعني الأشياء اللي مش دقيقة اللي هي حديثة دغري بيكشفوها بعدة فحوص. إن كان انتقلنا لهذا الإشي الضخم اللي اسمه الجلمود أو مينولايت في اللغات القديمة، عم نحكي عن القرن التاسع كمان مرة، أواسط القرن التاسع من منطقة الكرخ. هذا الجلمود أو عمليا واحد من الجلمودين اللي هن نصب أشور كبير، أعتقد طوله أكثر من مترين بشوي، ولكن بيحكي عن عهدين لملك ولابن. الملكين معروفين لإلنا، الملك الأول هو أشور نصر بال الثاني، الثاني معروف أكثر شلمنصر الثالث، ولقوهن في يعني فهي المنطقة اللي بنقولها اليوم منطقة كردستان، اليوم كان من زمان اسمها محافظة كردستان، بلد اسمها الكرخ قريب إلى ديار بكر اليوم في تركيا. وهذا هدول موجودين في المتحف البريطاني، كل هاي الأشياء هي موجودة موثقة وموجودة في المتاحف، وممكن حتى يقدر واحد يشوفها في أي موقع من مواقع الإنترنت. الإشي الحلو في هذا النصب الثاني اللي أنا حكيت عنه الملك شلمنصر اللي عرضناه، إنه هو بيفرجي حاله هو واقف منتصر، والنصب معمول من حجر جير دائري من فوق، وبيحكي عن حملاته انتصاراته في أول 6 سنين من حكمه، وبيحكي عن بينهي في معركة معروفة لأن اسمها معركة قرقر. وهذا في هاي الوصف بيوصف أو بيكتب أسماء لملوك، وواحد من هذه الأسماء أنا كاتب للتوضيح يعني وللدقة للأمانة العلمية إنه كيف يكتبون أحرف منفصلة، فاسمه أهابوسير ألالا، اللي يعني إن كان إحنا بنقرأه بشكل واضح حسب الكتاب اللي كانت اليوم، نقدر نقول أحاب الإسرائيل، أهابو سير ألا يعني من إسرائيل.
اللي بنعرفه طبعا أخاب المشهور الملك أخاب. الشرير ملك إسرائيل، وهذا بيذكر كمان فيه في هذا كمان بيذكر هدد عزر الدمشقي المعروف لنا برضه. وهاي الوثيقة عشان ما حداش يزعل كمان هي أقدم وثيقة بتذكر العرب، إنه في شعب اسمه العرب. فهاي الجامعة الحلوة من ملوك مختلفين، واحد من سوريا واحد من إسرائيل واحد وشعب اسمه العرب، كمان بيفرجينا إنه الإنسان يعني هذا الشخص مجرد عم بيوصف عم يستعرض عضلاته، أنا انتصرت هون وهون وهون، وبيذكر أسامي، وذكر الأسماء هو إثبات واضح للشيء البسيط إنه هذا الشيء موجود، المعركة كانت موجودة، الملوك هذول كانوا موجودين. هو طبعا ممكن يبالغ في وصف انتصاراته، ولكن الأسماء والشعوب موجودة، وهذا ما بيقدرش يقول أنا حاربت شعب مش موجود، لا بيحكي عن شعوب موجودة بأسماء. أخ مكرم، طبعا هذا الجزء الأول رح يكون جزء تاني في الحلقة القادمة. لو حبيت تلخص في دقيقة أو دقيقة ونص يعني كل هذه الاكتشافات، إيه إحنا بنستفيد منها وشو الرسالة اللي بنتعلمها؟ نقدر نقول بشكل بسيط وبشكل مركز إنه اللي ما بيوثق في الكتاب المقدس وهو باحث أمين بده يفتش، في عنا هون قدمنا أشياء من شعوب مختلفة جدا ومتعارضة بعضها مع بعض، وهي معادي بعضها للبعض، في إشي منها بالشرق وإشي منها بالغرب، إشي من الشمال وإشي من الجنوب، هذول الشعوب كانوا أعداء، ولكن هن عم يحكوا عن مواقع كتابية عن أشخاص في الكتاب المقدس، عن ملوك بأسمائهم بألقابهم بكل التفاصيل تبعتهم من أسباط من مدن من. هذا بقول الموضوع إنه هن عم بيحاولوا يعني يستعرضوا انتصاراتهم، لكن ما بين السطور عم نقرأ إحنا شو موجود، والموجود هو إنه الكتاب المقدس موثوق بأسمائه بمحتوياته بأحداثه بكل ما وجد. وهذا مش بيقول بس إحنا كمؤمنين بنعرف وبنثق في الكتاب المقدس، ولكن المشككين أو الباحثين الأمناء، وإن شاء الله يكون عزيزي المشاهد واحد منهم، يفحص من ورانا ويطلع ويفرجي ويرجع لله ويقول له بالفعل إن كان هذا الكلام صح، إذا تاريخك صح، إذا أنت صح، يرجع لله عشان يتلامس معه. أكيد دكتور مكرم مشرقي من الجليل، بشكرك جدا على هذا التعليم الرائع، وهذا هو الجزء الأول من العهد القديم، رح يكون في جزء تاني مع الأخ مكرم، وأنا بشجعكم أنه تشاهدوا هذه الحلقات، وهذا إن دل على شيء بدل أنه الله ساهر على كلمته ليجريها، والكلمة الأخيرة هي للرب، وأنه كل الكتاب هو موحى به من الله. وأنا بطالب كل إنسان يفحص ويبحث حتى أنت تكتشف الحقيقة بنفسك. بصلي إنه ربي يباركك وتكون بركة لآخرين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.